اليوم كانت لنا زيارة للسجن، سجن رومون، فطلعنا من الساعة 3 واحنا قاعدين نستنى الباص. 4 الا ربع بيجي باص الصليب، بنركب فيه، بعدين نطلع بتشيك علينا الصليب بالعدد، بالتصريح، بيوزعوا لنا اياهم، بنسقونا، بدونا بعض التعليمات اللي بنمشي عليها بالنسبة للوجبات، بالنسبة للمعاملات، بالنسبة عشان احنا ما نتعرض للتفتيش الشخصي. كانوا الاولاد كثير فرحانين ومبسوطين، هم بدهم يشوفوا ابوهم لاول مره. انا عندي ابني صغير مهند ما شافش ابوه بتاتا ولا بيعرفه اصلا. بحب بابا كثير وابا ومشتاق له، طلبت منه ساعه اللي هو ما رضوش، كان نفسه احضنه وما رضوش اللي هو يدخلون عنده. كان موعدين انه احنا الاطفال يدخلوا يشوفوا ابهاتهم، للأسف يعني أنا ابني مهند دخل، سمحوا له إنه يدخل، بس حس في نفس طفل صغير تاني أخوه إنه هو يدخل يشوف أبوه، فبكى الطفل إنه هو بده يدخل زي أخوه ما دخل، فما رضيوش بتاتا لأنه إحنا ترجيناهم. الصليب إحنا ما قصرش معانا، كان واقف معانا بكل أساليب يعني بكل الطرق، كان دائما يخفف عنا. أنا للأمانة كنت خايفة جدا وما كنتش حابة أصلا أروح، ورفضت بتاتا الزيارة، بس لما شفت ابو سعيد وشفت الصليب يعني واقف معانا وهيك حسيت شويه بالطمانينه والارتياح. يعني حكيت انه قد ما يكون ايش ما حيصير انه احنا في معانا حدا من الصليب، انه احنا بامان. ICRC is coordinating with Palestinian and Israeli authorities in order to allow Gazan detainees to receive visits from their families. During family visits, ICRC staff is always present at Erez checkpoint in order to facilitate the crossing.